انتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز العناوين. وسط ترقب وطني ودولي وسباق مع الزمن، تدخل عملية إغاثة الطفل ريان الذي يقبع في أسفل الثقب المائي على عمق 32 مترا لمدة 5 أيام مراحلها الأخيرة من خلال أشغال الحفر الأفقي التي انطلقت عشية أمس والتي تستوجب الكثير من الحذر لتفادي أي انجراف للتربة. تعبئة عامة للسلطات المحلية ومختلف فرق الإنقاذ وجهود مضنية تبذلها كل فرق التدخل والحفر ليلا ونهارا للوصول إلى مكان الطفل ريان وإخراجه سالما. بمشاركة وفد هام، المغرب يشارك في القمة العادية 35 للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها اليوم في أديس أبابا، والمغرب يعتبر الأمن الصحي أولوية القارة الإفريقية. وسط ترقب وطني ودولي وسباق مع الزمن، تدخل عملية إغاثة الطفل ريان الذي يقبع في أسفل الثقب المائي قرب منزل العائلة بجماعة تمروت بإقليم شفشاون لمدة 5 أيام مراحلها الأخيرة. عملية الإنقاذ متواصلة بالليل كما النهار دون انقطاع، وجهود مضنية تبذلها فرق التدخل والحفر للوصول إلى مكان الطفل على عمق 32 مترا. في الساعات الأولى من صباح اليوم اعترضت صخرة عمل فريق المتخصصين في أشغال الحفر الأفقي، مما اضطرهم إلى تكثيف الجهود لإزالة الصخرة وضمان استمرار عملية الحفر التي تتقدم بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة. حنان أرسلان، عبد الحميد جبران وياسين مرافق. تتواصل عملية إنقاذ الطفل ريان في تعبئة شاملة لكل فرق التدخل لتأمين هذه العملية بشكلها الصحيح والآمن. بعد استكمال الحفر العمودي لإحداث فجوة موازية للثقب المائي حيث الطفل ريان بطول 32 مترا، بدأت بالأمس عملية الحفر الأفقي لنفق يبلغ مرحلة حاسمة تجري أطوارها بشكل دقيق. يعني الصراحة داروا مجهودات كبيرة، لم الدرك الملكي لم القوة المساعدة، يعني ما قصروش، يعني عملية صعيبة كنشوفها أنا. يا والله يعني أنت كتشوف جبل، يعني باش تحفروا بهذه المدة وهذه، يعني صعيب، ونجيرها في التربة، يعني التربة غير مستقر، يعني عملية خطيرة. نطلب الله يخرج منها الولد سالم ويردوه لوالده، والله يصبر والده. أنا بغيت خويا ريان يخرج من هذا البير ومشي عند ماما وبابا. عملية التدخل ليست بالسهلة، لا سيما في ظل هشاشة التربة ومخاطر جرافها. لهذه الغاية استخدم طاقم الإنقاذ الحفر اليدوي وآلات كهربائية دقيقة ضمانا لسلامة ريان وسلامة المنقذين ولتفادي تصدع التربة وانهيار البئر. وكانت عملية الحفر قد استؤنفت في الساعة الأولى من صباح اليوم بعد إزاحة صخرة اعترضت أشغال الحفر، واستغرق تفتيتها أكثر من 3 ساعات. ومع تقدم أشغال الحفر الأفقي تم تثبيت قنوات خرسانية وأنابيب معدنية لتمكين فرق التدخل من التقدم في الحفر الأفقي. الناس سهرانة، رجال الأمن، يعني كل شيء سهران، والحمد لله تهد الناس من البارح تقريبا وهم كيتسناو باش يخرج ريان. بدأت زعما تحياتي للجميع، لا الناس اللي خدمت المواكن، ولا لهاد الناس اللي واقفين، ولا لهاد العسكر، ولا هذا الشيء كوجي. عملية الإنقاذ يشرف عليها فريق متكامل من المتخصصين في تنسيق وتعبئة واستباق لكل الطارئ، فضمان سلامة الجميع أولوية كبرى، من ثم جرت كل أطوار عملية الإنقاذ بعقلانية وترو وبخطوات محسوبة وبصبر وجلد لرجال واصلوا الليل بالنهار ومعهم علق الجميع الأمال قصد الوصول إلى ريان واستخراجه بسلام بعد 5 أيام من الفاجعة. وللوقوف عند آخر تطورات جهود إنقاذ الطفل ريان، أطقم القناة الأولى ترابط بعين المكان لتطلعنا عن المستجدات أولا بأول في مواكبة متواصلة لأطوار هذا الحادث. وينضم إلينا على اللحظة مباشرة من هناك الزميل عبد الحميد جبران. عبد الحميد، واش كاين شي معطيات جديدة بخصوص يعني تقدم أشغال الحفر الأفقي؟ شنو هي المستجدات عموما عندك؟
أهلا بك سكينة وأهلا بكل المشاهدين الكرام. فعلا نواصل تغطيتنا المتواصلة لحظة بلحظة وتقديم كل المستجدات اللازمة وآخر الأخبار لمشاهدين الكرام بخصوص عملية الإنقاذ التي تستمر ليل نهار ولليوم الخامس على التوالي. كنا قد قدمنا مجموعة من المعطيات في النشرة الاستثنائية في الساعة 11، ذكرنا أن عملية الحفر الأفقي تستمر من خلال استعمال بعض الآليات والمعدات الخفيفة على اعتبار أن هذه العملية تتطلب كثير من الدقة والحذر حتى لا تؤدي عملية الإسراع في الحفر إلى نتائج عكسية لا قدر الله. كنا قد ذكرنا أن عملية الحفر وصلت إلى تقريبا 3.5 أمتار وكان قد تبقى 2.5 متر من أجل الوصول إلى موقع وجود الطفل الريان. وكنا قد حددنا أيضا بحسب المعطيات التي قدمت لنا أن السقف الزمني في حدود 4 إلى 5 ساعات إذا استمرت الأمور كما هو متوقع، لأن في عملية الحفر هناك كثير من الأمور التي تكون فجائية، هناك طبيعة التربة، هناك الصخور المتواجدة التي تصعب عملية الحفر. الآن عملية الحفر هي لازالت مستمرة كما تشاهدون ورائي، نحن نتواجد أمام النفق بعد تثبيت القنوات الإسمنتية وأيضا الفولادية، فعملية الحفر لازالت مستمرة ويوجد الآن أمام النفق أفراد الوقاية المدنية العاملون المكلفون بالحفر وأيضا ممثلو السلطة المحلية. ولتقديم معطيات مستجدة وآنية حول عملية الإنقاذ والحفر معنا السيد عبد الهادي التمراني، أنتم رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون وممثل لجنة اليقظة والتتبع المكلفة بعملية الإنقاذ. إذن سي عبد الهادي، ما هي آخر المعطيات التي يمكن أن تقدموها لمشاهدينا الكرام حول وللرأي العام الوطني حول تقدم عملية الحفر والإنقاذ؟ شكرا أخي الكريم، الكل يرابط مكانه يسارع الزمن قصار المجهود التقني والبشرية مبذولة تشبتا بالأمل فيما يخص المستجدات السقوط العرضي للطفل ريان بالثقب المائي المهجور. العملية كما ذكرتم في مرحلتها الثانية، أي عملية حفر الثقب الأفقي الذي في حدود ما بين 5 إلى 6 أمتار. إن شاء الله نتمنى أن تتكمل العملية بنجاح رغم ما يتخللها من صعوبات بين الحين والأخرى، تتمثل بأساسا مخافة من سقوط بعض الأطربة وردم بعض الأصخار والأطربة، لا نريد ذلك على أرواح العاملين. هناك بقاع الحفرة المحدثة، هناك فريق عملي مكون من 11 شخصا بين الأشخاص الذين يقومون بعملية الحفر والتقنية المسح الطبوغرافي وكذلك مهندس مدني بالإضافة إلى عناصر الوقاية المدنية. تثبيت القنوات الإسمنتية والفولادية تم في ظروف جيدة، نحن في المرحلة الأخيرة من المرحلة الثانية من العملية في حدود 2 متر متبقية، نتمنى من الله أن لا نصادف صخرة كي تمر العملية في أسرع وقت ممكن ودون خسائر لا قدر الله. نعم سي عبد الهادي، اليوم الرأي العام الوطني كيطرح السؤال ربما الكل يترقب بخصوص الحيز الزمني السقف الزمني، التوقعات تشير إلى 4 إلى 5 ساعات، واش بعد يعني المستجدات والمعطيات الاخيره واش تغير هذا السقف الزمني ام ان مازال تقريبا نفسه؟ كما لاحظتم اخي الكريم منذ تتبعكم للعمليه ليله البارحه، منذ ان صادفنا واحد الصخره استغرق الامر اكثر من 4 إلى 5 ساعات، يعني منطقيا عمليا تقنيا من الصعب الجزم وتحديد المده الزمنيه، ذلك راجع بالاساس الى ان بعد قد يواجه عمال الحفر صخرة صلبة، الأمر الذي يتسبب في التأخير عن العملية نوعا ما. سعد هذه سؤال أخير ولربما هو السؤال الأهم الذي يطرحه جميع الرأي العام الوطني وحتى الدولي، على اعتبار أن قضية ريان لم تصر فقط قضية رأي عام محلي أو وطني ولكن قضية عام دولي الذي يتساءل الآن عن الوضعية الصحية لريان. كنا قد شاهدنا بعض الصور سابقا من خلال الكاميرا التي يتم إيصالها للبئر اليوم، واش عندكم معطيات بخصوص الوضعية الصحية للطفل ريان؟ الطفل ريان مستلقى على جانبه، من الصعب تحديد حالته الصحية، لكن
الأمل والمؤشرات تظل قائمة بشكل وشكل كبير جدا، كما تمت الإشارة إليه هناك سيارة إسعاف مجهزة بأحدى التجهيزات الطبية، فريق طبي متكامل، طبيب إنعاش مروحي يتابع للدرك الملكي، كلها مؤشرات إن شاء الله سيتم تقديمها للطفل أريان في لحظة الحاجة إليها. شكرا لكم عبد الهادي تمراني، أنتم عضو اللجنة الخاصة بالتتبع والإنقاذ في هذه العملية التي يترقب الجميع سيرها والتي تتوحد الدعوات والأماني على أن تكلل بالنجاح وأن يتم إنقاذ الطفل ريان على قيد الحياة. اليوم المعطيات الأخيرة تقول أن عملية الحفر وصلت لحوالي مترين، بعدما كانت مترين ونصف، يعني المتبقي كان متبقي مترين ونصف، الآن حوالي مترين هي المسافة المتبقية للوصول إلى الطفل ريان. المعطى الأخير الذي ذكره الضيف قبل قليل هو أن الطفل ريان لا وجود لمعطيات بخصوص وضعه الصحي، يعني هو ملقى على جانبه، ولكن نتمنى أن يكون الطفل ريان لازال على قيد الحياة وأن تكلل العملية بالنجاح في الساعات القليلة القادمة. سكينة، ذلك ما نتمنى. عبد الحميد شكرا لك على كل هذه المعطيات ولضيفك الكريم، ستكون لنا معك أو سيكون لنا معك اتصال مباشر آخر ضمن هذه النشرة لمتابعة سير عملية الإنقاذ. نتابع اللحظة مشاهدينا تصريحا لوالد الطفل ريان. كنشكر الناس اللي واقفين معنا كاملين، والله ينصر سيدنا، والله يرحم الوالدين، الناس كاملين اللي واقفين معنا. ودابا يوم هذه 5 أيام وحنا كنحفروا له وكنطلب الله يرجع لنا، والحمد لله يا ربي يا ربي يرجعوا لنا سالم. المجهود متواصل، يعني من اليوم اللي اختفى الدري اللي طاح في الحفره لحد اليوم هذا، وراه داير المجهود ديالهم، راه صحابي تركسات مني كلشي، ما كاينش اللي نعس، والمواطنين معنا ما كاينش اللي نعس، كلشي واقف معنا، والحمد لله يا رب يا ربي الحمد لله يرجعوا لنا سالم. ونطلب الله يكون هذا النهار ان شاء الله الاخر، والحمد لله يا رب. تعبئة عامة للسلطات المحلية ومختلف فرق الإنقاذ، وجهود مضنية تبذلها كل فرق التدخل والحفر ليلا ونهارا للوصول إلى مكان الطفل ريان في أسفل الثقب المائي على عمق 32 مترا وإخراجه سالما. عبد الحميد جبران ورشيد إكن وياسين مرافق. لليوم الخامس تواليا تتواصل بدوار إغران بإقليم شفشاون التعبئة الشاملة للوصول للطفل ريان، فرق الحفر، السلطات المحلية، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الهلال الأحمر والكثير من المتطوعين، كلهم ظلوا مرابطين ومعبئين بالدوار ليل نهار، كل من موقعه يبذل من جهده ما استطاع. الفريق واحد ليكيب كيجي كيسهر الليل، واحد كيمشي يرتاح واحد ساعه ولا جوج، عاود كيجي كيعملوا ديك التناوب باش دائما نوفر واحد العدد كافي من الاخوان المتطوعين في الهلال الاحمر باش يقدموا المساعدات حتى يتم انقاذ الطفل ريان. يعني 24 ساعه متواصل العمل رغم العياء، رغم التعب، رغم الظروف الصعبه الاشتغال، لكن كل شيء غادي يهون اللحظه ديال الاخراج الطفل ريان من محنته. 5 أيام من العمل المتواصل تمر في أجواء من التضامن والتآزر لمواجهة الظروف الصعبة والإبقاء على الأمل قائما في إنقاذ ريان رغم الإنهاك وتعقد المهمة بفعل الخصائص الطبيعية والجيولوجية للمنطقة. ننتقل إلى الحالة الوبائية ببلادنا، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس عن تسجيل 2266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4750 حالة شفاء و 25 حالة وفاة. وبالنسبة للحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 4,702,047 شخصا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23,101,572 شخصا مقابل 24,674,956 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وعبر ربوع المملكة تتواصل الحملة الوطنية، حيث سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يتوافدون لأخذ الجرعة الثالثة الضرورية لاستكمال مسار التلقيح. التفاصيل مع رشيد إكن. عبر ربوع المملكة تعبئة متواصلة وإقبال مسؤول. مراكز التلقيح تستقبل الوافدين من أجل أخذ جرعات اللقاح الثلاث. 4,700,247 شخصا تلقوا الجرعة المعززة إلى حدود اليوم. مستوصفات مراكز تلقيح دائمة وأخرى متنقلة، والغاية بالطبع تيسير عملية التلقيح. نتمنى من كاع المغاربة أنهم يجيوا يديروا هذه الجرعة الثالثة بالعقب لصحتهم. جو بونس كو سي امبورطون، الواحد خصو يمشي يحمي راسو. وكنصح الشباب باش يجيبوا والديهم، لأن ضروري الجرعة الثالثة باش يحميوا راسهم. وحنا الناس الكبارين خصنا نسبقوا على راسنا وكلشي نقويوا لنا عاد ديالنا. حسب وزارة الصحة، الجرعة الثالثة من أي لقاح تكون فعالة بنسبة تزيد عن 90% ضد كل متحوري دلتا وأوميكرون، خصوصا وأن فعالية الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح تنخفض إلى 57% بعد 6 أشهر. وهذه الجرعة بالنسبة للناس الكبار مفيدة لهم، كتقوي لهم المناعة، وكثرت أنهم هما عندهم أمراض مزمنة بحال مرض ديال السكري ولا ديال الضغط المرتفع. دونك بالنسبة لنا كنزيدوا نجدوا الناس الكبار يجيو يديروا الجرعة ديالهم الثالثة باش يقويوا المناعة ديالتهم. هذه الجرعة الثالثة تتمنع من ظهور الحالات الحرجة اللي كتستلزم الإنعاش. دونك هذا عاوتاني عامل آخر اللي كيجعل بأن الجرعة الثالثة خصها تكون، خص المواطنين يديروا الجرعة الثالثة ديالهم. بلوغ المناعة الجماعية مسار يرتبط تحقيقه بسرعة وتيرة عملية التلقيح، أفق يبقى تحقيقه رهينا بالتزام المواطنين بجدول التلقيح المكون من 3 جرعات. وينضم إلينا اللحظة البروفيسور طارق صقلي الحسيني، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس. مرحبا بك بروفيسور. حاليا المنحنى الوبائي الوطني يعرف انخفاضا في مؤشرات الإصابة رغم استمرار تسجيل حالات الوفيات، ما هي السيناريوهات المطروحة على بلادنا في مواجهة موجة أوميكرون والحالة الوبائية في الأيام المقبلة؟ شكرا. كما اشرتم العدد ديال الحالات في انخفاض مستمر، وحنا الان في المرحله ديال الانخفاض ديال هذا المنحنى الوبائي. جميع المؤشرات تعطينا تفاؤل حادر، تفاؤل كاين بمعطيات دقيقه، ولكن ما خصناش نساو انه في هذه المرحله ديال الانخفاض مازال حالات تتوقع اقل من مرحله الذروه، ولكن تتوقع حالات جديده وفي عدد ديال الحالات، ولا بدا غادي تكون حالات خطيره. اذا ما خصناش نعتبروا انه سالينا، خصنا نعتبروا اننا في مرحله ديال الامل ديال الانتقال الى مرحله ديال الاستقرار، ولكن نركزوا فيها على الاجراءات الاحترازيه وعلى التلقيح، مازال خصنا نستمروا فيه. فهاد الفتره هذه ديال هذه الموجه سجلت حتى الان اكثر من 800 حاله وفاه، اكثر من 4000 الناس كانوا في حالات حرجه ولا دخلوا العنايه المركزه او الانعاش. هذه معطيات اللي واضحه واللي مازال ما انتهتش كما قلت في الاول، لذلك خصنا نركزوا على هذه المرحله اللي بقات باش نخرجوا منها بتفاؤل ان شاء الله. طيب بروفيسور، الى اي حد نحن محتاجين للتعبئه الوطنيه والتزام كافه المواطنين للانخراط في الحمله الوطنيه للتلقيح واخذ الجرعه الثالثه المعززه لتفادي مخاطر اي انتكاسه وبائيه او تدهور الوضعيه الوبائيه؟ تعبئة ضرورية، وفي جميع أنحاء العالم تنشوفوها بطرق مختلفة، تتمشي من فتح جميع داك الاحترازات اللي كانت في بعض المناطق، ولكن كاين دول أخرى. كالنمسا اليوم دارت بداية العمل بإجبارية التلقيح، إذا كاين اختلاف ما بين الجهات. في المغرب كان الاختيار هو التحسيس أولا، ما كانش الإجبارية ولكن الحث على التلقيح بالجرعة الثالثة نظرا للأهمية ديالها اللي مثبوتة علميا في جميع أنحاء العالم. كان اجتماع رئاسة الحكومة هذا الأسبوع هذا مع ممثلين الأحزاب، مع ممثلين ديال المقاولات، مع ممثلين ديال الجماعات الترابية، كل شيء باش من أجل تحسيس، من أجل أخذ المبادرات الملائمة. عندنا شرائح يمكن نقسموها لأربعة ديال الشرائح عمرية، اللي قل من 18 سنة ما معنيينش بالجرعة الثالثة، ولكن يمكن ننتقلوا من 63% اللي عندهم جرعة ثانية إلى ما أكثر. اللي عندهم ما بين 18 و40 سنة هنا كاين مشكل كبير، لأنهم اللي تلقوا الجرعة الثالثة
فقط 5% من الناس اللي معنيين، علما انه الجرعه الثانيه تلقاوها اكثر من 10 مليون ديال الناس في هذه الشريحه هذه. هاد الناس معنيين بحس المواطنه، معنيين بحمايه الاسر ديالهم والمحيط ديالهم والناس اللي اكثر عرضه للحالات الخطيره، وهذا حس المواطنه علاش خصنا نركزوا. الشريحه الثالثه هما الناس اللي ما بين 40 و 74 سنه، فيها اختلافات كبيره في هذه الشريحه هذه، ولكن هنا فاش تبدا الامراض المزمنه، السكري، ارتفاع الضغط الدموي وغيرها، وهنا فاش تيوليو الناس معنيين، هنا كاين نسبة كبيرة ديال التلقيح بالجرعة الثانية بلغت 96%، بالمقابل الجرعة الثالثة يلا 28%. هنا خاصنا نشوفوا كل واحد كيفاش خاصو يشوف راسو معني ويمشي للتلقيح، لأنه حتى إلا خرجنا من هذه المرحلة هذه ديال هذه الموجة هذه ما عارفينش واش جايين موجات أخرى، وخاصنا نردوا بالنا لكل شيء. بقات الشريحة الأخيرة هي ديال أكثر من 74 سنة، هذه الشريحة هذه تقريبا 100% تلقحوا بالجرعه الثانيه و40% اللي تلقحوا بالجرعه الثالثه. هذه الشريحه هذه تنعرفوا انها معنيه بصفه مباشره كذلك بالحالات الخطيره ومعنيه باكثر من غيرها، وهذا الشيء علاش 40% ما كافياش، خاصنا ننتقلوا ل 100% بحال اللي وصلنا لها في الجرعه الثانيه، تحسبا لما سيجرى من بعد. حتى شي واحد ما عرفوا، تنتفائلوا خيرا، تنقولوا هذا الاوميكرون قاس عدد كبير من الناس وربما منحنا مناعه كبيره على المستوى ديال المغرب وديال العالم، ولكن لسنا في منأى عن موجة أخرى، لسنا في منأى، مازال ما خرجناش حتى من هذه، ولكن مازال خصنا نديروا الاحتساب ونوجدوا راسنا لما قد يجري من بعد، وبالتالي نركزوا على التلقيح وهو ما يحث عليه الجميع في المغرب وفي الخارج. البروفيسور طارق صقلي الحسيني أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. يعقد الاتحاد الإفريقي اليوم قمته العادية 35 في أديس أبابا في سياق يطبعه استمرار التهديدات التي يطرحها وباء كوفيد 19 والنزاعات وسوء التغذية والمجاعة، وهي تحديات باتت المنظمة الإفريقية مدعوة لمواجهتها. والمغرب الذي يشارك في هذه القمة يعتبر أن قضية الأمن الصحي ينبغي أن تظل في صلب أولويات القارة الإفريقية، وعلى ضرورة بلورة رؤية جماعية على كافة الأصعدة بما في ذلك السياسية والاقتصادية. أحمد العلوي والتفاصيل. تحديات كبرى أمام القمة العادية 35 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد في أديس أبيبا تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية بالقارة الإفريقية لتسريع تنمية الرأسمال البشري والاقتصادي والاجتماعي. أولى تحديات هذه القمة التي يشارك فيها وفد مغربي رفيع يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تتمثل في مواجهة التداعيات السوسيو-اقتصادية لجائحة كوفيد 19 على اقتصاديات الدول الإفريقية. ويتمثل التحدي الثاني في انتشار الصراعات في عدة مناطق مما يهدد السلم والأمن في بعض البلدان الإفريقية، ومواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والقرن الإفريقي. هذه التهديدات والصراعات فاقمت إلى جانب جائحة كورونا من خطر المجاعة وسوء التغذية بالقارة، وهو تحدي آخر أمام القمة، مما حدا بالدول الأعضاء بالاتحاد إلى الانكباب على تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية في القارة الإفريقية لتسريع تنمية الرأسمال البشري والاقتصادي والاجتماعي. فحسب آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن أزيد من 281 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في مختلف مناطق القارة الإفريقية. عدد من التعاونيات المختصة في تربية النحل بالجماعة الترابية تغازوت وبعمالة أكادير إدوتنان تضررت هي الأخرى كباقي مناطق المملكة من ظاهرة اختفاء النحل. وللتخفيف من هذه التداعيات أو تداعيات هذه الظاهرة، تم إعداد برنامج خاص من طرف وزارة الفلاحة لدعم المنتجين والمهنيين في هذا القطاع. حجاب التامك وياسين المعاسي. تواصل ظاهرة اختفاء طوائف النحل الانتشار بمختلف مناطق المملكة. هنا بالجماعة الترابية تغازوت بعمالة أكادير إدوتنان، أزيد من 140 صندوقا لهذه التعاونية تضرر بسبب هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل قلقا في أوساط المربين والمهنيين الذين يرجعون المشكل إلى وجود أسباب مرتبطة
بالظروف المناخية كقلة التساقطات المطرية وقلة المراعي. خالية ديال النحل فيه العسال فيه كل شيء، ولكن المشكل اللي كيكون عندنا ملي كتخرج النحلة صحيحة، يعني المرضى ما كايناش في داخل الصندوق، كاينة في الجو، ملي كتمشي لبرا ما عرفنا واش ميتة في برا ولا هذا، يعني غالية دابا الخالية كتلقاها اليوم كتلقاها عامرة، غدا كتلقاها خاوية. لم نشهد موسما كهذا، فمع اشتداد الجفاف وقلة الأمطار اندثرت المراعي ومعها الأزهار وانتشرت الأمراض بسرعة. دعوا لنا نحل بزاف، دعوا لنا بزاف، واحد العدد ديال النحل حيت عندنا محطة أخرى في إقليم تارودانت وضعت ليها تقريبا شي 80 صندوق. وبهدف التقليص من آثار هذه الظاهرة على قطاع تربية النحل، تم إعداد برنامج خاص من طرف وزارة الفلاحة. تم إعداد واحد البرنامج خاص لدعم المتضررين عبر ثلاث محاور. المحور الأول فهو إعمار خلايا النحل المصابة، الثاني فهو تجديد حملة وطنية ضد داء الفرواز، والثالث المحور الأخير هو حملات تحسيسية تخص الممارسات الجيدة لتربية النحل. ويشكل قطاع تربية النحل في المغرب مصدر دخل لأكثر من 36 ألف شخص، يتوزع نشاطهم في مناطق مختلفة من المملكة، منها الغابات والصحاري والمزارع. وينضم إلينا السيد فيصل كشاني، رئيس المصلحة البيطرية بعمالة أكادير الدوتنان التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة سوس ماسة. مرحبا بك سيدي. إذن في البداية، ما هي الإجراءات التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فور علمه بظاهرة اختفاء النحل؟ أهلا وسهلا ومرحبا. إذن فور علم المكتب باختفاء النحل ببعض المناطق ولدى بعض مربي النحل، تجندت المصالح البيطرية التابعة له بتعاون مع الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، حيث قامت بزيارات ميدانية لحوالي 23 ألف خلية نحل بالعديد من المناطق، تم على إثرها أخذ عينات من خلايا النحل ومن الحضانة من أجل إجراء تحاليل مخبرية عليها، والتي أسفرت نتائجها استبعاد ربط هذه الظاهرة بمرض ما من الأمراض التي تصيب النحل. كما قامت أونصا بتشكيل لجنة خبراء متعددة الاختصاصات لمواصلة الأبحاث والدراسات حول هذه الظاهرة وتحديد عوامل مسببة لها. طيب، في نظركم كيف يمكننا مواجهة هذه الظاهرة والحد منها؟ فعلا من أجل مواجهة ظاهرة انهيار طوائف النحل، أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجا خاصا بغلاف قيمته 130 مليون درهم من أجل دعم مربي النحل المتضررين والتقليص من هذه الظاهرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي يمكن تلخيصها فيما يلي: القيام بحملة وطنية ثانية معززة للأولى التي قامت بها أونصا سنة 2021 لمعالجة داء الفرواز من أجل تقوية النحل وتحسين حالته الصحية. كذلك تم وضع برنامج تحسيسي وتنظيم تكوينات لمربي النحل لتوعيتهم بالممارسات الجيدة التي يجب اتباعها لتربية النحل، كاستعمال الأدوية المرخصة، استشارة الطبيب البيطري، ونظام التغذية الجيد الذي يجب اتباعه. تم أيضا وضع برنامج من أجل إعادة إعمار خلايا النحل عند مربي النحل المتضررين. هذا البرنامج يتضمن كذلك القيام بالدراسات والأبحاث العلمية حول هذه الظاهرة، وكذلك تعزيز نظام المراقبة وتتبع وفيات النحل على الصعيد الوطني، إعداد بيانات وطنية خاصة بمربي النحل، وأخيرا تنظيم الترحال لتدبير أحسن للمراعي. السيد فيصل كشاني، رئيس المصلحة البيطرية بعمالة أكادير الدوتنان التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة سوس ماسة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. في المجال الرياضي، وبرسم منافسات الدور 16 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، انهزم فريق سريع واتزم أمام فريق حسنية أكادير بهدفين دون رد، فيما تفوق فريق الدفاع الحسنية الجديدي على ضيفه فريق أولمبيك أسفي بهدف للا شيء. التفاصيل مع عبد الحق بهت. بملعب بن أحمد العبدي بالجديدة، أدار الحكم جلال جيد لقاء الجرائين الفريق الدكالي الدفاع الحسني الجديدي والفريق العبدي فريق أولمبيك أسفي،
بمدربي عبد الرحيم طريب الباحث عن إنقاذ الفريق إلى سكة نجاة. اللقاء انتهى إذن بهدف يتيم كان من توقيع المدافع محسن ربجة في الدقيقة 27، مانح الفوز لفريق الدفاع الحسني الجديد المستمر في تطلعه للأمام، فيما أولمبيك أسفي لازال ينتظره نوع من الأمل والعمل على أحسن ما يرام. وبملعب فصفات بخريبكة أدار الحكم محمد بلوط لقاء فريق سريع واتزم وحسيت أكادير الذي خرج متفوقا بهدفين لصفر. الهدف الأول كان من توقيع اللاعب مالك سيسي في الدقيقة 21 بعد هجوم خاطف ومضاد من الجهة اليسرى، وهدف في مرمى الحارس المهدي ويا. الحارس المهدي ويا سيكون من وراء الهدف الثاني لفريق الزائر حسنيت أكادير بعد خطأ مشترك بين الدفاع والحارس ويا الذي يسجل هدف غريب ضد مرماه. اللقاء انتهى على إيقاع طرد لاعبين من حسين أكادير جمال شماخ وكريم أيت حمد وطرد اللاعب محسن الودني من سريع واتزم. فوز الحسني تأتأ إذن بهدف أول بعده مجهود وهجوم جماعي، فيما الهدف الثاني جاء بهدية جميلة ولا أروع من الحارس المهدي ويا، وبطريقة تعبر عنها الصورة أكثر من أي كلمة وتعليق. واللحظة مشاهدينا نربط اتصالا مباشرا جديدا مع موفد الأولى عبد الحميد جبران. عبد الحميد، هل هناك من جديد؟ فعلا سكينة، ثمة بعض المعطيات الجديدة التي سنحاول أن نوفي بها مشاهدينا الكرام في إطار تغطيتنا المتواصلة لعملية الإنقاذ التي تتواصل الآن. الجديد هو أن العملية الإنقاذ دخلت الآن قبل لحظات مرحلتها الحاسبة. لماذا؟ لأن الآن لم يتبقى سوى أقل من مترين يعني كمسافة من أجل الوصول للطفل الريان، يعني المسافة المتبقية هي مسافة قليلة أقل من مترين، والجهود فهي متواصلة من أجل أن يتم الحفر حفر هذه المسافة في أقل مدة زمنية ممكنة. لحسن الحظ منذ الصخرة الأولى التي اعترضت عمال الحفر خلال الساعات الأولى لليوم، فلحسن الحظ الأمور هادئة، عملية الحفر لازالت تجري في أجواء عادية جدا. ثم هناك معطى جديد هو أن الأطقم الخاصة بالوقاية المدنية اليوم فهي معبأة بالكامل كما ترون وكما تبين الآن الكاميرا، فالأطقم الوقاية المدنية قامت باستخدام مجموعة من المعدات والآليات، وهناك تعبئة في صفوف عناصر الوقاية المدنية يتلقون آخر التعليمات، يتم التنسيق فيما بينهم من أجل أن يكونوا مستعدين على أهبة الاستعداد من أجل بدء عملية إخراج الطفل الريان بعد الوصول إليه من طرف عمال الحفر. الآن الترقب سيد الموقف، الكل ينتظر، هي ساعات حاسمة، ساعات يسودها القلق والترقب، الكل على أعصابه هنا بالجماعة كما مختلف ربوع المملكة وأيضا خارج أرض الوطن، الكل يترقب. سنوافيكم بالمعطيات حالما نتوصل بجديد بخصوص عملية الإنقاذ. كما قلت الآن عناصر الوقاية المدنية فهي على أهبة الاستعداد، عناصر المكلفون بالحفر فهم الآن في اللحظات الحاسمة جدا للحفر من أجل حفر أقل من مترين من أجل الوصول للطفل الريان. حالة من الترقب، نتمنى خيرا ونتمنى أن يتم إخراج الطفل الريان على قيد الحياة. هذا هو حلم وهذه هي أمنية الجميع في هذه اللحظات. نعم، شكرا لك عبد الحميد جبران، ونتمنى أن تزف لنا الخبر السعيد في أقرب الأجال. إذن مشاهدينا مواكبتنا مستمرة، وسنوافيكم بكل جديد من عين المكان في تغطية مستمرة لفريق الأولى لهذا الحادث الذي يتابعه الكل وطنيا ودوليا بترقب وأمل كبيرين في إنقاذ الطفل ريان في أقرب الأجل وإخراجه سالما من الثقب المائي بعمق 32 مترا. إذن إلى التذكير بالعناوين.
وسط ترقب وطني ودولي وسباق مع الزمن، تدخل عملية إغاثة الطفل ريان الذي يقبع في أسفل الثقب المائي على عمق 32 مترا لمدة 5 أيام مراحلها الأخيرة، من خلال أشغال الحفر الأفقي التي انطلقت عشية أمس والتي تستوجب الكثير من الحذر لتفادي أي انجراف للتربة. تعبئة عامة للسلطات المحلية ومختلف فرق الإنقاذ وجهود مضنية تبذلها كل فرق التدخل والحفر ليلا ونهارا للوصول إلى مكان الطفل ريان وإخراجه سالما. بمشاركة وفد هام، المغرب يشارك في القمة العادية 35 للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها اليوم في أديس أبابا، والمغرب يعتبر الأمن الصحي أولوية القارة الإفريقية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.